فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المراد بما تعرف عليه بين الناس أن هذا هو روضة الصف أو روضة المسجد، وهل هو وارد؟ روضة الشيء وسطه، روضة الشيء وسطه ومستقره، فلا مانع من هذا الاسم. الروضة وردت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ربما أنهم أخذوا هذا من هذا الحديث. نعم. فضيلة الشيخ، والقرب من الإمام، لا شك أن القرب من الإمام أفضل من البعد عنه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.